أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. Mutual decision, not individual. Mutual
ini juga di bilang dulu. ما شاء الله تبارك الله فتح الله عليك ابني حسن فضيلة الدكتور عثمان الصديقي ما تعليقكم على هذه التلاوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأما بعد في تلاوة ابننا المتسابق حسن أبدال قد أثنينا عليه سابقا وتوقعنا له الوصول إلى هذه المرحلة النهائية لأنه كان مبدعا منذ أن جاء وقد حافظ على الرقي في مستوياته من المرحلة الأولى والثانية والثالثة وهذا هو المطلوب يعني من أن الطالب لابد أن يتقدم إلى الأمام في هذه المستويات النهائية فتلاوته جميلة ورائعة وقد وظف صوته التوظيف الأنسب واختار الأداء الصوتي المناسب لكل أحد فجزاه الله خيرا وهذا علم لا يتقنه من هو في سنه فجزاه الله خيرا وشكرا لمن علمه ولأسرته ولعلي أجامله ببعض الجمل بلغته إن أذنتم فأقول يعني you did a very great job by this performance and thanks for your teacher for your family for your school who teaches you to reach at this level لأن كنت متوقع أني أتكلم العربية ولا يفهم وكان يهمني أن يفهم شيئا مني فجزاه الله خيرا So we're going to skip the question. حسن ما معنى قول الله تعالى ضعفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم معنى قول الله تعالى ضعفين مثلين. أحسنت. وما معنى قول الله تعالى وجيها؟ معنى قوله تعالى وجيها أي ذا جاه وقدر مستجاب الدعوة. أحسنت بارك الله فيك ووفق. بارك الله في علمكم فضيلة الدكتور عثمان الصديقي ابن حسن كل التوفيق لك بإذن الله تعالى.